السلام عليكم. تم تدشين مؤخرا واحد من أكبر المصانع في العالم، وهو الأكبر في إفريقيا، لإنتاج المخصبات الزراعية بمنطقة وهران. وهذا المصنع يعني لم يكن ليتجسد لولا التحدي الذي ضربه المهندسين، يعني مهندسين جزائريين تم تكوينهم في معهد يابي بومرداس. يعني بفضل هذا المهندسين تم رفع التحدي التكنولوجي لجعل هذا المصنع ينتج المخصبات الزراعية من يعني أباز دامونيوم بمادة الأمونيوم، وكذلك مادة لوري اللوريا ما يسمى لوريا، اللي هما مخصصي فيرتيليزون. وكل هذه المنتوجات تذهب للتصدير نحو الخارج، واللي تريد يعني هذه المخصبات الزراعية هي مواد يعني مطلوبة كتير في السوق العالمية. وبفضل هذا يعني الإنجاز الكبير اللي حقا يعتبر أكبر إنجاز في إفريقيا، ومن قلائق يعني من الدول القليلة في إفريقيا اللي تنتج هذا النوع من المخصبات. واللي نذكر أنه المصنع هذا أو مركب هو بشراكة مع طرف عماني، مستثمرين عمانيين ومستثمرين يعني تابعين لشركة سوناتراك، و يعني بصيغة 51 للشركة يعني الشريك الجزائري، و49 للشريك المستثمر الأجنبي. إذن هنيئا للجزائر بهذا يعني الإنجاز الكبير، وإن شاء الله المزيد في كل قطر الوطن من هذه المشاريع التنموية الكبيرة والرائعة. واللي نذكر أنه هذا المصنع يعني يستعمل عند ما يبلغ يعني الطاقة القصوى نتاعو، الطاقة الإنتاجية القصوى، سوف يشغل حوالي 200 عامل، وربع من العمال هم إطارات مهندسين ومن خريجي الجامعة الجزائرية. والسلام عليكم.